أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وتحياتي للجميع وتحياتي لمتابعي قناة كول فاميلي. مرحبا بكم وألف مرحبا، ونهار كبير هذا، وكنشكروا كل الناس كي دخلوا القناة وكيدعموها، وكنشكروا كل المتابعين ديال قناة كول فاميلي. اليوم فلوق جديد، فيديو جديد مع سيمو ويانيس. ماجدة ما كايناش، ماجدة في الخدمة. يلاه معنا تشوفوا المحتوى ديال الفيديو وداك الشيء اللي عجبكم ان شاء الله وتبارك الله عليكم. يلاه معنا. اي دار هنا في امريكا كيف ما قلت لكم، اي دار في امريكا عندها لوندري، يعني عندها ماكينه ديال الصابون فواحد البيت بوحدو خاص. وهاد ماكينه الصابون كتكون يعني بالنوبه، يعني ان ماكينه الصابون كيستعملوها الناس العماره كلها، يعني انا كاميونكيش استغلها بوحدك. ماكينه يعني هنا كيف ما قلت لكم، انا ما كاينش سطوحه، ما كاينش نشير، ما كاينش نشرح حوايج في الباكور ولا نشرح حوايج في السطوحه. هنا لوندري والنشافه، كاينه ماكينه الصابون، كاينه النشافه، ماكينه ديال التنشاف. بجوجهم كيكونوا في اي عماره كتكون ماكينه الصابون، ماكينه ديال التنشاف، اضافه الى بغيت تمشي للزنقه. هذوك ديال الزنقه كاين اللي وريتكم، هذوك حتى هما راه ما كان مزيانين. والفرق بيناتهم انهم هذه ديال الزنقه كيكون كبار بزاف، كيهزوا حوايج بزاف اقتصاديين. اجي نوريكم ماكينه ديال الدار كي دايره. لوندري هاي هي هذه ماكينه الصابون. هذا هو البيت ديال الصابون، ها هو كيقول لك هنايا الصابون انت كيكون التصبين بالنوبه. ها هي الماكينه ديال الصابون هي هادي، تخدم بفلوس تحط خمسه ديال الكوارترات هنايا، خمسه ديال الكوارترات بحال قلتي مثلا بحال الدراهم كنحطهم هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كتدفع كتخدم. هادي الماكينه ديال الصابون، وهادي الماكينه ديال التنشاف. ها هي فين حاطين يديه كتحط الفلوس. ها هي الماكينه ديال التنشاف، هاد الشفا هي 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 بكاية الشفا. هادو جوج ديال الماكل بيت ديال الصابون، جوج ديال الماكل كتستعملوهم بالنوبة. هادو كتستعملو بالنوبة كتصبر وكتنشف في نفس الوقت، مكاين مانشر ما دير تا حاجة. هذا فيديو وفي نفس الوقت ميساج للرجال، خصوصا للرجال بالنسبه للازواج اللي عندهم مثلا المراه خدامه والراجل خدام. بحال الشكل ديالنا دابا، حنا الراجل لازم تساعد المراه، المراه اذا كانت خدامه او لا اذا بغات تخدم هنا في امريكا او لا في فرنسا او لا في اي دوله ولا في المغرب ولا في اي دوله، حاول تساعدها، حاول تساعد المراه، ما تخليش عليها الحمل كله، ما تخليهاش تخدم على برا، تخدم على في الدار، لان صعيب عليها. حنا رجال وبالعضلات ديالنا وكنتغلبوا، ما بالك بهما العيالات اللي كيكونوا اضعف منا. طبيعة الحال ضعف منا عضل في العضلات، اما في العقل ربما يكونوا هما احسن منا. تحياتي لكل النساء. المهم بالنسبه للمساعده اللي ممكن تساعد مراتك، وهي انها تخفف عليها شويه الحمل اذا كانت خدامه، ما فيها باس. انت مثلا انا قبل يانيس مثلا كنخدم في الصباح في العشيه، كنخدم الليل كما قلت لكم دائما من الخمسه ل 12 ديال بعض المرات وحده جوج ديال الصباح، وفي نص نهار الصباح
يعني يا اما كيقرا يا اما كيكون معايا انا مثلا حيت هنا في امريكا ما كاينش خليه الجدة ولا خليه الجدو ولا خليه الخوك ولا خليه اختك هنا في امريكا. قال لك كل واحد كيعول على راسه هنا. الولد كتقابلو او مقابلو يعني معايا كنخرج نتقهوى انا وياه كنخرجوا نلعبوا كنخرجوا ندورو نتسهروا هادي تشوفوا هادي تشوفوا هادي وفي نفس الوقت كنقضيو اغراض ديالنا. وحاجه ثانيه حاول تساعدها تخف عليها شي شويه الدار اشغال ديال الدار ما عندك شي حاجه نقيها ما عندك شي حاجه ما مقداش قادها كما قلت لكم دابا بحال اليوم التصبين هذا ما غنخسر انا حتى حاجه غنمشي غنلوح التصبين في الماكينه نلوحو في الماكينه ونلوح الفلوس ويخرج التصبين مصبن وناضي. شنو هي الخدمه هذه؟ الخدمه ماشي خدمه ما تلعب هذه راه ساهله يعني ان الانسان ما تعودش على المراه دير كل شيء المراه راه صعيب عليها دير كل شيء يعني انه كما قلت لكم انا حاول تساعدها ماكسيموم راه الا خدمات على الاقل اقل حاجه غتهنيك من راسها ما غاديش غتقول لك عطيني شري ماكياج ما غتقول لك عطيني شري حوايج يعني هي غتشري ماكياج ديالها وغتشري حوايج ديالها وغادي يعني تقاد حالتها بيديها يعني انها فلوسها يعني انها على الاقل. وواحد القضيه اخرى واحد لافونتاج اخرى عاوتاني ديال الخدمه المراه ملي كتخدم كتجي عيانه ما كيبقاش النقير يعني كتجي كطيح حدوده ما بقاش تهضر بزاف ما بقاش النقير يعني انها انت واحد الجانب تهنيتي منه واحد اللعيبه تهزتي بها. حاجه اخرى عاوتاني المراه والراجل راه ما خصهمش يبقاو ديما بحال التوان دائما واحد لاصق في الاخر راه هذيك راه ما حياه ما تلعبها انت ديما المراه لاصقه فيك والراجل لاصق في المراه تفرقوا شي شويه غبر واحد على الاخر يغبروا شي شويه باش كتوحشوا بعضياتكم وكيتزاد الحب. اما داك 24 ساعه 24 ساعه شوفني نشوفك 24 ساعه 24 ساعه ماشي هي هذيك راه ماشي هذه راه ما بنتي راه ما تلعبها. لهذا كما كنصحكم انا المراه بغات تخرج تخدم عاونها. يلا معنا نكملوا الفيديو في بلاصه اخرى في اللوندري. شتا خيط من السما الله يرحمنا كما قلت لكم الا بغيتي تخدم اللوندري او الا بغيتي تخدم ماكينه الصابون خصك الكوارترات يعني الدراهم الصغار الصرف الرقيق. انا كنجي للبنكه ديال البنكه ديالي بنك اوف امريكا ها هي كتشوفها مورايا بنك اوف امريكا هذه البنكه اللي فاتح فيها حساب. كنمشي كناخذ مثلا 10 دولار كوارترات او 20 دولار كوارترات كيبقوا عندي في الدار لان الصرف هنا ما كنشوفوش انايا انا كلشي كنشري بلي كارت كلشي اي حاجه كنديرها بلي كارت والامريكيين هنا كلشي كيستعملوا لي كارت هنا كلشي بلي كارت الصرف قليل فين كيدور ما كاينش الصرف تقريبا الا الحاجات النادره بحال ماكينه الصابون او لا بغيتي مثلا دير شي حاجه يعني شي حاجه تشري شي حاجه بثمن رخيص ولا شي حاجه ولا بغيتي تميزي في شي بيار ولا فليبير تما باش تخدم الصرف. اما البيع والشراء ولا كل عمليات اي عمليه راه كتتم بلي كارت كريديت كارت وديبيت كارت. يلا معنا اللوندري تحياتي. شوفوا معايا ما رديتش البلاد ليسانس قرب يساليها ها هو ليسانس قرب يسالي نمشي نديرو ليسانس هو الاول بعدا عاد نكملو الفلوق ديالنا بعض المرات. هاد ليسانس هذا الا ما ركزيش البال يقهرك توقف لك الطوموبيله في شي قنت ما كاينش اللي يعتقك كاين لا حنين لا رحيم. يلا نمشي نديرو ليسانس بعدا. في امريكا كيقول لك الغاز ما كيقولوش ليسانس كيقول لي الغاز ليسانس كيقول لي الغاز. وما الطوموبيلات مازوت ما كاينش قليل الا الرموكات او لا الكرام او لا التراكسات يعني الحديد ماشي شي خط تراكس التراكسات بطبيعة الحال اللي كيحفروا الجرافات هادوك اللي كيخدموا بالمازوت. اما الباقي كلشي كيخدم غير بليسونس كلشي الحديد بليسونس لان هنا ليسونس رخيص بزاف داكشي علاش كلشي كيخدم بليسونس حتى حاجه بغات تخدم بالمازوت. هانتوما هادي بومبا ديال ليسونس ديال واحد الصديق ديالي عراقي واحد الصديق ظريف الله يعمرها هذا كتجي عندي ديما خدام على فهاد البومبا ديال ليسونس. البومبا هنا في ميريكا بحال داك البومبا ديال المغرب داك اللي كيديرو اللي كتلقاهم فيهم محل ديال الماكله محل ديال ساكا محل الكارو ولا اي حاجه اللي بغيتيها. ولكن هنا الفرق ان هنا في ميريكا ما كاينش شي واحد غيسر بك هنا كتسربي راسك راسك كدير لاكارت ديكيشي ديالك كتسربي كدير ليسونس في الطوموبيل راسك كيديروا لك حتى واحد.
الحليب. هنا هاد البومبات ديال ليسونس العرب كيخدموا فيهم بزاف، هما اليوم عرب كاينين العرب بزاف عندهم بومبات ديال ليسونس، لان مشروع زوين ومشروع فيه فلوس بزاف ومشروع ما كيتقامش غالي بزاف. ويعني انك الا كنتي يجي شي الامريكا جديد وما كتعرفش تهضر بلونجلي و بغيتي دير ليسونس ولا بغيتي اي حاجه، كتجي عند العرب هنايا كتهضر معاه بالعربيه كتشرح ليه داكشي اللي بغيتي يعني، وكتسهل على راسك الاموريه. هذا في حالتي الا كنتي ما مجهدش في لونجلي او لا عندك باقا عند لونجلي مسخسخه لونجلي عيانه، راه هنا كاين العرب كثار، محلات ديال العرب كثار، يعني انه راه ما غتبقاش مشكل بالنسبه الى بغيتي الكومونيكاسيون ولا بغيتي تشري شي حاجه، يعني انه كلشي هنايا كلشي اي محل مشيتي ليه ضروري تلقى شي عربي، ضروري تلقى العرب هنا في شيكاغو. يلا تحياتي. مشينا للبنكه، لقينا البنكه ساده وجينا عند صديقنا عراقي خدام في البومبا في الغاز ستيشن هنا في البومبا، غناخذو من عنده الصرف. ها هو ناخذو من عنده الصرف ديال الكوارترات باش نخدمو اللوندري. او يحييكم. السلام عليكم حبيب قلبي. مرحبا باهل المغرب صح؟ انا عراقي. تحب المغرب صح؟ ايوه بحب المغرب. انا راتي. اوكي احنا نحب العراق ونحب اهل. من وين من العراق؟ من النجف. النجف؟ ايوه. النجف الاشرف. النجف الاشرف. تحياتي للعراق من القناه كول فاميلي، وتحياتي لك اخي احمد، تحياتي لك على حي اهل المغرب على قناه يوتيوب. انا راسي هو عراقي ثاني. يحييكم. حياكم الله. يا الله شكرا لك شكرا لك. ها هما كوارترات هما هادو باش نخدم الماكله ديال الصابون. يلاه معنا الماكله الصابون ديالي المصبانه هي هاي كوين لوندري، يعني انه ماكينه الصابون اللي كتخدم بالكوينات يعني بالكوينز، يعني لوندري كتخدم ماكينه الصابون كتخدم بالدراهم. ها هي اجي تشوفوا معايا. ها هي الماكينه ديال الصابون ستفين، هادو ديال الصابون، هادو ديال الصابون. ها هما كتحل كدير الحوايج ديالك وكتخدم بطبيعه الحال بالدراهم. ها هما هاد كلهم ماكينه ديال الصابون. هنا كتجلس الا بغيتي تجلس تسنى الصابون ديالك تصبن، وهادو الكشاف، هادو هما ماكينة ديال الكشاف، هادو كلهم ماكينة ديال الكشاف. هاهما كلهم هادو هما ماكينة ديال الكشاف الا بغيتي تنشف الحوايج ديالك. هاهما كاين هادو ماكينة كبار، هادو خاصين بالكواش، هادو خاصين بالكواش. هاد الجوج هادو ها هما الماكينة ديال عاوتاني. شوف شحال الماكينة، شحال الماكينة. إلا بغيتي هنا سميتو أكياس ديال البلاستيك دير فيهم حوايجك. ها هما كلهم هنايا الماكينة ديال الصاب. بالنسبة للثمن، الثمن راه ما غاليش بزاف، 4 دولار 5 دولار كتصبن الحوايج ديالك وكتنشفهم، يعني انه هنا يمكنك تنشفهم ب 2 دولار تصبن 5 دولار تقريبا، يعني 7 دولار حتى 8 دولار تصبن على الرام ديال الحوايج. يعني مقارنة مع المغرب رخيصة بزاف بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش، يعني انك راه بحال كتصبن حوايجك فابور، لان رخيص بزاف هذا الشيء. هذا ديال الصابون رخيص بزاف. هنا باش كنقول لكم انا الا بغيت تعاون مراتك وتسهل عليها الاموريه على ما تخسر والو، كتصبن كتلوح في الماكينه وكتمشي تقهوى وكتجي كتلقاهم نشفوا كتهزهم كتديهم للدار، يعني انها بسهوله ما كاين حتى شي مجهود ما كاين حتى شي حاجه، كلشي ساهل. هنا التكنولوجيا في امريكا كتسهل عليك الحياه وكتخليك تسهل عليك الحياه وكتخليك يعني انك ما كتلقاش صعوبه في اي حاجه، اي حاجه بغيتي ديرها ما كتلقاش فيها صعوبه. Yes.
Mm-hmm. Plastic. No. 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 Football. Good. You push this one, this button. Good job. Good job. This yeah. You like it, Dennis? Yeah. Come on, come on. واخيرا وصلنا لنهايه ديال الحلقه ونهايه ديال الفلوغ. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتكونوا استفدتوا معنا انا ويانيس وتكونوا عرفتوا معلومات جديده. الشرق طيح يعني فزكت. نتمنى تكونوا عجبتكم الحلقه وما تنساوش المشاركه ديال الحلقه مع الاصدقاء ديالكم والكومنتيرات والتعاليق. اي حاجه بغيت لكم في الحلقه يمكن لكم تعلقوا عليها. الاسئله ديالكم انا راه مستعد نجاوب على جميع الاسئله ديالكم. وتحياتي لكم والسلام عليكم. هو صراحة كيف ما شفتوا معايا هذا الماكينة ديال الصابون ماشي بحال المغرب. المغرب راه كيطلبوا لك الزبالة ديال الفلوس باش يصبروا لك الحوايج عليه انه كطلب منك داك الشيء غالي 15 درهم 20 درهم باش تصبن الحوايج ديالك. اما هنا امريكا راه 5 دولار او لا 7 دولار مقارنة مع المغرب ما تقولش ديال 70 درهم مغربية لان 5 دولار او لا 7 دولار راه ثمن رخيص. راه خدمة ديال بحال قلتي خدمة ديال نص ساعة ما كاملاش نص ساعة خدمة ديال ثلث ساعة أو ربع ساعة يعني بحال قلتي في المقابل في المغرب بحال قلتي 5 دراهم غتصبن بها حوايج كاملين. ولكن الصابون بدا كتدخل حوايج كتحطهم كلهم تصبنهم ب 5 دراهم أو 10 دراهم وهي مستحيلة في المغرب. المغرب راه جوج لبسات ثلاثة لبسات 15 درهم كيطلب لك 20 درهم يعني أنه الماكينة الصابون غالية في المغرب. هنا في أمريكا ماكينة الصابون راه رخيصة وهاد ماكينة الصابون اللي دخلتوا ليها دخلتو شفتوها اكثر من 24 ساعه 24 ساعه يعني اي وقيته يمكن لك تجي تصبن. اي وقيته جيتي مع الليل جيتي في النهار جيتي في اي وقيته يمكن لك تصبن. وبين قوسين هادشي هذا يعني انا كيبان لك بان التكنولوجيا في امريكا راه كتسهل الحياه وكتسهل على اي واحد اي حاجه بغيتي ديرها كاين تسهيلات. وكما قلت لكم انا يعني ما بغاش ما بغيتش تعاون المراه مولات الدار ما بغيتش تعاونها على الاتعاب والاعباء ديال المنزل. ما تخليش ليها الاعباء ديال الخدمه والاعباء ديال المنزل. انا ويانيس انا في نفس الوقت هو يانيس معايا وفي نفس الوقت كنقضي غرض نصبر نقدر نمشي مثلا للمارشي نتقدا نقدر مثلا اي حاجه نديرها. الطوموبيله راه عندك يعني انه اي واحد هنا في امريكا عنده طوموبيل يعني اي ما طوموبيله اي واحد راه عنده طوموبيل والليسونس رخيص. الا بغيتي هنا ما بغيتيش الا بغيتي تكون مع غاز الى ابعد الحدود حتى الشتا دابا هي الشتا خد من السما ولكن ما مسوقينش حنا الشتا لان غادي مغطي في الطوموبيل وكتمشي اي بلاصه راه عندك سقف مغطي يعني ما كت ماشي بحال المغرب مثلا ولا شي حاجه كتضرب تماره وكتصب عليك الشتا وكتفزك كتولي حالتك حاله. هنا راه تقريبا كان بلادي اوكي اوكي ها هو يانيس قال لك بغى يمشي للمرحاض الطواليط. يلا نتمنى هاد الحلقه اللي تعجبكم وما تنساوش البارطاج الى ابعد الحدود وما تنساوش الاسئله ديالكم. مرحبا بالاسئله ديالكم مرحبا باي استفسار ديالكم مرحبا باي تعليق ديالكم مرحبا باي حاجه ونتمنى تعجبكم الحلقه والسلام عليكم وتحياتي للجميع.